خنوش يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. كشف رئيس الحكومة عزيز خنوش خلفيات الارتفاع الحاصل في الأسعار، مشيرا إلى أنه مرتبط بتقلبات السوق العالمية في ظل الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد. وقال أخنوش في كلمة له خلال أشغال المجلس الحكومي إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وضع مشترك في مختلف بلدان العالم، مبرزا أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات وعلى الأسعار المتداولة في السوق العالمية. وأكد عزيز خنوش أن بلادنا ولله الحمد تعرف وفرة في المواد الغذائية وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتجات أخرى من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية. وشدد أخنوش على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتجات ومراقبة أسعارها، داعيا وزراءها المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة لضمان تسويق المنتجات في ظرفية سليمة لا تشوبها اختلالات.